اسم الاغنيه هذه نبداو بها حلقتنا. علمني 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 سبق وعملنا حلقه على مهن الاحلام واستدعينا معلم كرس حياته للتعليم، لكن حسينا الواحدة قصرنا في حق المعلمين، ولهذا قررنا باش نخصوا لهم حلقة كاملة. مهنة المعلم مصنفة مهنة شاقة، فما بالك بالمعلم اللي يقطع عشرات الكيلومترات في ظروف قاسية، برد، فيضانات وحيوانات شرسة، ويقري في ظروف أقل ما يقال عليها أنها مزرية. المعلمون في المناطق النائية موضوعنا الليلة في حكاية تونسية. المعلمين في المناطق النائية موضوع حلقتنا الليلة. نرحب بسي صلاح الدين بن فرج، مرحبا بك. نرحب بضيوفي الكل، مرحبا بكم. كيف ما تلاحظوا، فقط العنصر الذكوري موجود معنا الليلة، غابة المعلمات. نحب قبل كل شيء نشكر وزارة التربية اللي عاونت فريق الإعداد. نحب أشكر كذلك نقابة التعليم، ونحب نشكر السادة المندوبين الجهويين اللي مدونا يد المساعدة فيما عدا المندوب الجهوي لولاية قفصة، اللي ما نفهموش علاش منع زميلاتكم من أنهم يحضروا معنا، في حين أن صورنا معهم، هددهم بمجلس التأديب وقال لهم لا وجه للحضور. احنا تفاجئنا بهذا الموقف. السيد المندوب الجهوي لولاية قفصة قال لهم قناة الحوار عندها نية مبيتة، نحن سيدي عندنا نية فعلا، نية أن نكرموا المعلمين، ونية أن ننير الرأي العام حول الظروف الصعبة والصعبة جدا اللي يخدم فيها المعلم في الأرياف. على كل حال، قبل ما نحكي معاكم باش نشوفوا التقرير اللي حضروا فريق الإعداد ونرجع لكم. الواحد يعطي 20 ولا 25 دينار باش يجيبك مول الكرب باش يوصلك للمدرسة. والأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات. أنا نقري في الصيف الصيف وتخلى عليا ورا القاعة، الكلب يدخل عليك في أي وقت. تلميذ يجيك يجري عيط يا أنيسة طلعت لي لفعة. نروح مكملة، تعرفش معناتها مكملة، يجوني يما هيا حضرين هيا وري، نقول لهم أخطوني نبدا بالحق، ديما نحس بروحي مقصرة من من من, من صغاري، من على زوجي على عائلتي. يحب المعلم يكون عنده روندمون، ويحب المعلم يعطي له ماكسيموم للتلميذ. تروح سير لينير، تروح على أعصابك. للأساسيات متاع المدرسة اللي هو أهم حاجة في المدرسة. شنو ما هو السور؟ السور علاش يعملوه؟ باش أول حاجة باش يحمي كتليم ذاتك الصغيرات. المطعم هانكم شفتوه مازال ما كملش بدوه، قصوا عليه كعبة ياجور من زادة في المدرسة. مدرسة من غير ماء. بلوك سريتير متاعنا هو الهندي، زملاء نمشوا للهندي. عندنا قاعة آلة للسقوط. سي صلاح، يوميات المعلم في الريف حالة صعبة جدا 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 يبدو لي. بطبيعة الحال يوميات
تذكرنا بيوميات مولود فرعون، تذكرنا بمناظري المرحلة الأولى يعني بناء الدولة الوطنية والناس اللي بناوا الدولة الوطنية واعطوها كفاءاتها الكل، هم هؤلاء المعلمين اللي في بدايتهم إذن دائما مناضلين، كانوا دائما مناضلين، واليوم اليوم هم أيضا يواصلوا في نضالهم. هي رسالة، وأنا متأكد اللي أغلب الحاضرين بيناتنا اليوم واللي ما همش حاضرين زادة ما همش فقط ينتظروا في منحة من عند وزارة ولا منحة من عند الدولة، بقدر ما هم أيضا يؤمنوا برسالة. الرسالة هذه بكل تأكيد متشبعين بها، وهذاك علاش يقطعوا مئات الكيلومترات وفي ظروف حقيقة معناها مستحيلة أحيانا، يعني ما تتقدرش، ويمكن مش نكتشفوا أشياء اللي يعني لا تقدر، يمكن تخلي الناس هذوما عندهم قيمة استثنائية، قيمة خاصة، ويلزمنا فعلا نعترفوا لهم بجميل كبير للغاية أنهم خلاوا أطفال عندهمش ربما حظوظ باش يكونوا في يعني نسق التلامذة الآخرين، هما يلحقوا فيهم بالإمكانيات المتاحة على حساب جهدهم، على حساب طاقتهم، على حساب عائلاتهم، على حساب صحتهم، على حساب كل شيء. بالتالي إذا الفضل البلاد كل يعني تعترف لهؤلاء بالجميل. تقول ما ينتظروش في منح، وإلا ما الهدف نتاعهم ماهوش الماديات فقط. نذكر اللي في ألمانيا أو في كوكب اليابان المعلم شهريته أكثر من الوزير. يعني سئل إمبراطور اليابان عن سر نجاح بلاده، قال أعطينا للمعلم سلطة الدبلوماسي وراتب الوزير. اسكو هذا يفسر هذا؟ يعطيك الصحه سوني، رجعت لي الكلمه، لانه انا كيف نقول ما ينتظروش مش معناها راهو ما يستحقوش، هما من حقهم باش يكونوا عندهم افضل الجرايات في الظروف هذه، يلزم تكونوا عندهم المنح. هما عندهم ربما قانونيا ثم منح استثنائيه باسم الريف قانونا يحكيون عليه، لكن عمليا كيف نقدروا الجهد، يعني كيفاش تقدر الجرايه؟ هذا هو في الواقع التقدير بتاع الجهد، يعني كيف نقدروه. تو نشوفوا اللي ربما كي نخلصوهم كل المنح اللي نجموا نحطوها لهم ما نخلصوش معهم، لأنه هؤلاء قاعدين يعطيونا فعلا، يزرعوا في الأمل، يحاربوا في الجهل، يحاربوا في التخلف بإمكانياتهم، وأحيانا يعني بكل ما يملكون، يعني باللي عندهم الكل. المنحة هذه حقهم وليس أقل من ذلك، ونطالبوا بأنهم يكونوا أحسن من هكا في كل الأحوال، إن شاء الله المستقبل يكون معهم أفضل. سي معز، سي معز انت تسكن في القصرين يبدو لي، وتقري في العيون؟ قري في العيون. فهمنا فقط قديش تبعد المنطقه اللي تقري فيها على مقر السكنه نتاعك؟ اولا مشكورين على الاستضافه، احنا اللي نشكروك. ثانيا يعني المعاناه اللي يمر بها المربي أو المعاناة هي اسم على مسمى. المعاناة لم تجد مكانا ترسي عليه، فوجدت المربي أو المعلم صدرا رحب. المعاناة أول يعني نحكي على شخصي، أي احكي لي على التجربة متاعك، وقتاش تخرجت، فين عمر بديت تقري؟ نبدأ من الأول. كان يعني أنهيت الدراسة متاعي 2010، عملت يعني ثلاث سنين لونجلي دافير بزنس كوميرس، تعديت في يعني شاركت في النيابات. 2013 بديت نقري نيابات 2013، يعني تعرفوا الظروف اللي يمر بها المعلم النائب. مفسر فقط، المعلم النائب هو المعلم اللي يعوض يبدو لي، وقت يبدا فما شغور. المعلم النائب هو اللي يسدد شغور ظرفي كان او يعني سنه كامله، هو شغور عام كامل، والا معناها بالدارجه وقت ما فماش معلم، المعلم النائب هو اللي يشد بخطوه. صحيح، ما فماش معلم في المدرسه، يمشي معلم يعوض عام كامل، والا تبدا مثلا واحد مريض، زميله مريضه كذا، يعوضها المعلم هذاك. كانوا يعطونا 200 دينار كونتران صحوه في البلدية. سامحني قبل ما نبداو شنو اللي كانوا يعطيوكم، دونك انت تخرجت في 2010، وقتاش دخلت للتعليم؟ 2013. 2013 دخلت 2013 نيابات، كانوا يعطونا يعني 200 دينار
صحوا الكونترا مع مع المندوبيه يعملوا لنا منه قصص وكذا وكل شيء حاصلوا تصفى لك 130 140 دينار بار موا كل شهر. انت قبلت انك تخدم ب 130 دينار فانا بقعه حطوك يعني ب 130 دينار نحكيو اي تقري 18 تقري 25 ساعه في المدرسه تقري القسم اللي انت لقيته شاغر سنه اولى حتى سنه سادسة. فانا ما حطوك حطوني نقري في العيون تبعد عليا اليورو تور 120 كيلومتر يعني 60 كيلومتر ماشي 60 كيلومتر ماشي 60 كيلومتر 120 كيلومتر اليو 120 كيلومتر روتور داكوغ اي يعني 240 كيلومتر يعني يوميا تعمل قري في العيون تعمل 240 كيلومتر احكي لي على النهار الاول اللي مشيت تقري فيه مشينا النهار الاول كالعاده يعني هكا فرحان وما نعرف شنو فهمتني يعني في بالنا يعني يعني تفتح باب الرزق وقلنا نعملوا على ربي وكل شيء والبطاله وفيت وكل شيء فهمتني وظروف البلاد ما تسمحش تفتح سامحني تفتح باب الرزق انت في بالك اللي هما 130 دينار لا ما كانش في بالي وقتها ما في بالكش ما كانش في بالي يعني وقت اللي وقع انتدابك ما في بالكش قداش باش تخلص لا ما في باليش لانه اي واحد يتخرج كنا كيف نتخرج ونحن في المناطق غادي كنا نتخرج وديريك تمشي تشوف اي حاجه اخرى انا كنت في ليبيا كي رجعت ما غادي كنت في ليبيا وبعد روحت داكور فهمتني نخدم حاجيام في ليبيا بعد روحت قري نيابه حاصيلو مشيت النهار الاول هاتو نوصل حاصيلو شنو هاتو نوصل؟ قول لي ملي خرجت من الدار نخرج من الدار ملي خرجت من الدار شنو عملت؟ خرجت 5 تاع الصباح مشيت المحط نبقى نص ساعة مام با نص ساعة ربع ساعة ربع دراج تاخذ النقل نقل الريفي تهبط في خمودة بلاصة اسمها خمودة غادي تزيد من خمودة تبدل تاخذ يعني النقل الريفي البلاصة اسمها لوغرين من لوغرين تاخذ النقل الريفي للبلاصه اسمها اطار بن زعره قريب المدرسه اسمها اطار بن زعره بالضبط تحديدا اسمها نيدي معناها ثلاثه وسائل نقل ثلاثه وسائل نقل دخلنا المدرسه استقبلني المدير بارك الله فيه يعني نشكره اسمه سي جيني احكي لي سامحني احكي لي على محيط المدرسه وقت محيط المدرسه مدرسه ريفيه الصور نتاعها لا ما يتجاوزش يعني النقل الريفي وصل قدام المدرسه لا ساعة. يحطك بالنقل الريفي يحطك على يعني على القادروني 5 كيلومتر على المدرسه وتكمل الباقي ابي اي عاد هذه حاجه مهمه يعني انت بعد هالمشقه هذه نتاع تاخذ النقل الريفي الاول والثاني والثالث تعمل 5 كيلومتر على ساقيك 5 كيلومتر على ساقيك تخرج 5 كيلومتر على ساقيك في البيست تبدا الدنيا مطر مثلا باش من تبدا الدنيا مطر تبدا الدنيا بارد يخلط صباطك يعني مقلع صباطك فرد فرده العلاقه عادي جدا نشوفوا الحوايج عادي حاجات ثانويه ما عادش تبعوها نحن الحوايج هذه اسمعني عادي جدا انا باش نشوفوا ساعه الظروف اللي تقري فيها ومن بعد تو نرجع لك كمل احكي لي علمني 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 المنطقة نتاعنا هي جبلية يعني ما بين جت ما بين جبل سمامة وجبل مغيلة وقت اللي توقع مناوشات ما بين حداتنا الأمنية أو الجيش نتاعنا والإرهابيين في الجبل يضربوا هما بالقنابل بالدبابات يعني تتزلزل يعني القاعات أثر نفسانين على المربي ولكن انت نحن كمربين ان ما نحسوش التلميذ، التلميذ يعني يتفجع لك التلميذ. أصابع. تخلط القاعة، تخلط بارد، تخلط يعني مريض، يخلط شعرك مبلول بالماء، يعني منطقة ريفية سايبة، يعني المطر ملي تجي من الجهات الأربعة تبلك. ظروفنا يعني صعبة لدرجة لا تصدق. الضوء ضعيف خاصة في الشتاء الأربع ونص تظلام مرات نشعل طورش تاع التليفون باش تلامذة لأن السبورة ماجيك يلزمني نقدم له المعلومة يلزمني نفهمه يلزمه يعني ما يحسش بالظرف اللي عايش وناه باش هو يتأزم نفسانين علم وامتحن وقدم يجيك يعني يعني التلميذ فردة بفردة يعني صباط وشاده في ديك في الشتاء تعيش الحالة وكأنك أنت في بلاصة وجعك قلبك تحس روحك يعني تعب مرهق 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 تماما إذا كان يعني حالفك الحظ تعمل دوش نجي ديريك تنرقد لأنك أنت باش
تعيش يوم آخر بنفس التعب وبنفس الإرهاق وبنفس الروتين. يروح تلميذك شيخ، يروح تلميذك يحب أستاذه ويحب المدرسة ويحب يعني يحب البلاد اللي هو عايش فيها، ما يكرهاش. وبعد ما كملنا يعني مسيرة يوم دراسي مع تلامذة، ماشي لنفس المحطة اللي هبط فيها الصباح، 4 كيلومتر 4.5 كيلومتر. تبقى تستنى تلقيش ستوب، ما ثماش، نلتجأ إني نشوف واحد من الجيران يعني في المنطقة هذه كان بيت بحذاه. علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك. المخ نتاعك مبرمج على حاجة برك، إنك تنجح سنة دراسية. سي معز، أنا اللي جلب انتباهي الكلمة اللي ردتها برشا مرات، الجملة ما يزمناش نخليه التلميذ يحس. علاش تبكي سي معز؟ يبدو لي اللي نجيب تأثر برشا باللي شافه. نرجع على خاطر مهم برشا ان نقولوا ان ننوروا الرأي العام، على خاطر نسمعوا بمعاناة المعلمين في الريف، بمعاناة التلامذة، لكن مع الأسف ما نتفكروهم كان وقت يصير كارثة من الكوارث، وقت صغير يحمل الواد ويهزه، وقت اللي يعرض له الذيب. ولهذا مهم جدا نرجع معاك معز. انت سبورتيف في الاصل؟ سبورتيف. دونك الخمسة كيلومتر تعملهم 10 كيلومتر هم 10 كيلومتر 10 كيلومتر، خمسة في المشي وخمسة في الرجوع. نهار الأول كي وصلت نهار الأول المدرسة، استقبلني المدير مشكور بارك الله فيه، أعطاني يعني هزني الإدارة، أعطاني لومبلوا أو يعني الجدول متاع الخدمة، أعطاني القسم نتاعي. أول ما قريت سنة خامسة، استقبلت التلامذة الحق تاع ربي، يعني نلقيهم الوضعية أو الوضع الاجتماعي اللي يعيشوه، يعني كيف دخلت وشفت التلامذة كيفاش عايشين ما عملتش ريفليكس، خليت روحي هكاكا، لأني إذا كان أنا يعني نفيقه باللي هو فيه يمكن ياسر يرتد على نفسه ويشد معني ويأخذ من عرج أخر. شنو اللي شفت؟ يعني الحالات الاجتماعية، تلقي تلميذ في الشتاء، لأني أنا مشيت نقري في الشتاء، لأني ثم زميلة ماتيرنيتي عوضتها في الشتاء، نلقي تلامذة يعني اصبابط بلاستيك من غير كلاستويت، تلامذة لابس يعني جيلي سبور على اللحم من غير يعني ملابس داخلية، يعني حالة ورثة لها. محفظته حاط المحفظة نتاعو على القاعة، كيف بدل المحفظة نتاعو يعني في الكوتية الأخرى نلقي الماء تحت المحفظة، يعني محفظته تبلت. ساقيه كي يبدل بلاصة لبلاصة يبقى الماء تحت ساقيه من الصبادري من صباطه. والحالة الأغرب من ذلك إنه تلميذ دخل لي فردة يعني فردة بفردة، نلقيه صباط لابسه وصباط كيفاش لابسه، تنحلوا يعني يعني البارتي اللوطانية بتاع الصباط، بقت له البارتي الفوقانية، حاشمة من أصحابه شاد البارتي الوطنية وخلي كي باش يدرق ساقيها لاصحابه، باش يعني اصحابه ما ياخذوش له النظره هذيك انه ما عندوش و و و فهمتني. خزرت كيكه يعني عملت يوم مسيره يوم دراسي يعني
كملت قريت التلمذات وكملت معهم حتى الخمسة تاعت العشية. فالعشية يعني روحت نفس الديستانس نأخذها حتى يعني للمحطة 5 كيلومتر. الدنيا ظلام، الدنيا شتاء، تعرف وانت في الشتاء ماهوش كيف بالله. نحب نفهم حاجة، انا راهو ماهوش كيما تشوفوا البلاد كيما تشوفوا الريف. البلاد راهو ديما الدنيا ضاوية وتاكسيات وباباك يعرضك وشكون فلان يجيك وكذا وعادي جدا. في الريف راهو الخمسة متاعت العشية انا نقري على طورش. المدرسة ما فيهاش ضوء؟ المدرسة فيها الضوء، وانما الضوء ضعيف، فيها ضوء، فيها يعني امبوبيت وكل شيء وتيبنيون، اما الضوء ضعيف يعني القاعة كبر القاعة ما يخليكش تشوف. وقت اللي تظلم الدنيا تظلم القاعة. الأربعة ونص تحديدا على اقصى تقدير، الأربعة ونص ما عادش نقد نخدم على تلامذتي. تلامذتي ما عادش نقد نخدم معاهم الأربعة ونص، شاعل تورش. عندي تلامذة ناقصين في النظر، أنا الأول ما نقدش نشوف. تظلم الدنيا طول، خمسة نتاعت العشية نخرج نروح، نمشي 5 كيلومتر الأخرى. 5 كيلومتر راني علاش قلت لك 5 كيلومتر؟ يعني باش الرأي العام اللي قاعد يعني كي تحكي له أنت حكاية كيف حكاية يشوف لها فيلم ولا يشوف لها حكاية ولا يشوف لنا نوسعوا في بالنا. أما ليش نوسعوا في بالنا راو؟ راو كي نقول لك 5 كيلومتر يعني أنا راني نمشي 6 و7 كيلومتر للمحطة ساقية راو. شوف فقط نحب نعرف بالمدرسة الريفية، هي المدرسة اللي في منطقة نائية ما يتوفرش فيها أما الضوء وإلا الماء وإلا طريق معبد على 500 متر على الأقل. ونجموا هذوما نجمعوهم الكل، يعني تنجم تكون مدرسة لا فيها لا ماء لا ضوء لا طريق. شوف مدام سونيا سامحني، ما نجموش نقولوا، ما نفترضوش أصلا، ما نفترضوش، ما نحاولوش إن نفترض. المدرسة الريفية هي المدرسة اللي ما فيهاش الماء حقيقة، ما فيهاش الضوء حقيقة، ما فيهاش المرافق الصحية يعني اللي تليق بمربي وتليق بتلينذا. ما عندناش القاعات، يبدو بندا تلمو. انت كي تروح تقري نهارين، تقري نهارين تعمل برونشيت ساعة، يلزمك تمرض، يلزمك تمرض، يلزمك. قداش تعمل من كيلومتر باش توصل؟ نعمل 240 كيلومتر. مش من المفروض المعلم يكون عنده منزل وظيفي؟ عندنا منزل وظيفي في المدرسة. فما منزل وظيفي. فما منزل وظيفي في المدرسة، باش نحكوا يعني باش نلموا بالجوانب الكل. عندنا منزل وظيفي في المدرسة، عندنا زوز. باهي. يعني ديار. زوز ديار. دار يسكن فيها الزميل هو المدام نتاعو، يسكن في مجب العباس ومرته من تالا، يتقابلوا يعني يسكنوا غادي كي تمعرسين وكذا. والبيت الأخرى اللي فاضية يعني هما الزوز. زوز يعني غير صحيين، غير صحيين. زميلي اللي يسكن في المدرسة عنده ولده، عنده بيبي غير معرس، عنده بيبي كل 3 4 أيام مع الطبيب، كل 3 4 أيام اسمه أحمد شعبين يخصه بالذكر. الرطوبة مندية معناها الدار. مندية صحيح، منطقة ريفية قريبة من جبل شعامبي، ما بين جبل شعامبي وجبل سمامة وجبل يعني بولحنا شتيلة وجبل يعني والمغيلة، جاية في الوسط منطقة جبلية. يعني نداء كل الرطوبة والمطر والثلج والرياح والدنيا كل عليها. فهمتني؟ يعني زميلي قاعد يعاني بصفة غريبة. طيب قداش معلم في المدرسة؟ 16 17. يبدو لي اللي سي علي انتم تقريوا في نفس المدرسة، انت زادت تتنقل والا عندك وين تسكن في المنزل الوظيفي يا سي علي؟ شكرا ساعة، يعطيكم الصحة، ونحب نترحم بالله على التلميذة مها قذقاذي. الله يرحمها وينعمها. في نفس المدرسة نخدم مع سي معز في نفس المدرسة، ونسكنوا في القصرين وزوز. يعني نتنقلوا في نفس الظروف. ثم زوجتي زيد تتنقل من بعدي ب 57 كيلومتر. الفرق بيناتكم يبدو لي انت مش متزوج معز. متزوج حديثا. دونك الزوز متزوجين، انت زوجتك في القصرين؟ في القصرين، زوجتي من الكيف ونسكنوا في القصرين. يعني تسكنوا مقر مقر الإقامة في القصرين. مروح. وقتاش توصل لها زوجتك؟ نخرج الخمسة تاعت العشية من القسم، نخلى نوصل للمحطة مام با 6 6 و4. بعد كيتا نعمل ستوب. كان جيت الكار جايبة تلامذة نتاع الليسي، أنا حالفني الحظ.
كان انا تلامذتي يعني روتار شوي نحاول نريكوبيري معاهم باش نحاول نفهمهم اكثر نشدهم بعد الوقت شوي مثلا الخمس دقائق عشر دقائق باش نفهمهم من عندي باش نفهمهم يعني فهمت تنجم حتى تلميذ حاجته بحاجه يحب يقول لك حاجه صح تلميذ حاجته بحاجه كذا تلميذ مثلا مازال بابا ما جاش ويسكن مثلا خمسة ستة كيلومتر نبقى نستنى معاه اللي يجي بابا يهزه لانه الناس كل تروح غادي ما يبقى لك حتى حد فبتني يبقى العساسي زين المدرسه الباب نتاع السور نبقى على فكره ما يزينوش يرجعوا بحجراته حجرات يزين به معايا يعني الباب نتاعنا ما يزينش نبقوا نستنوها نبقى نستنى اللي يجي نوصل الروتار للقدران كان جت كان كدست على الكار وينو سينو نعمل ستو نبقى فما كراهه بتتعدى فما كراهه معناتها نجم تقعد نجم نبقى مده طويله ما تتعدى حتى كراهه ساعتين عادي جدا نبقى ساعتين عادي جدا فهمتني؟ تتعدى عليك حاشيك وسامحوني تتعدى عليك الكليب عادي جدا حاشيك يعني الكليب عادي يعني ريف كليب سايبة عادي كليب سايبة احنا حنوشة ما نعرف شنو حاشيك محلاليف تتعدى من جبل لجبل عادي جدا وانا نتحدى كل مسؤول في البلاد ما نخصش بالذكر حتى واحد نتحدى كل مسؤول في البلاد انه يجي يعيش معايا 24 ساعة نتحداه حتى لو كان قعد معايا 24 ساعة يعيش نجم يكون مقترح على المسؤولين والا السياسيين انهم يعديوا مش لازم 24 ساعة فقط يوم عمل مع المعلم في الريف يوم عمل فقط مدام شوف نعملوا لهم نداء وما يعطوناش ديارهم نسكنوا فيها حتى 24 ساعة معز قل لي فقط نحب نعرف انت وقت اللي قررت باش تولي معلم قررت باش تولي معلم خاطر تحب هالمهنه والا خاطر ما لقيتش حاجه اخرى انا من قبل يعني المعلم كيف يسالني يقول لي ولدي يا معز اش تحب كي تكبر وتتخرج وكل شيء اش تحب تخدم نقول نحب نقري في بلاستيك وكذلك وكان الامر كذلك وفعلا. والطاوله نتاعي اللي نبقى فيها في السنه الخامسه تو كي نمشي نبقى مع تلميذي ما نبقاش على البيرو نتاعي نمشي نبقى معاه في الطاوله اللي هي نتاعي كنت اللي انت كنت تقري فيها تو نرجع لك معز نشوف مع سي علي مرحبا بك تقريوا في نفس المدرسه في نفس الظروف شفناك تاثرت برشا بعد ما تعدى تقرير سي علي شنو اللي اثر فيك؟ خاطر هذه حاجه تعيشها انت يوميا تقريبا نجموا نقولوا اللي هي ولات الروتين نتاعك وخبزك اليومي. شوف انا على فكره المدرسه هذه اللي نقري فيها توا هي نفسها المدرسه اللي قريت فيها. انت قريت فيها؟ قريت فيها. باهي ورجعت لها كمعلم. كمعلم. دونك مستانس بها. كانت ظروف الثمانينات افضل بكثير من ظروف 2019. تراك كيفاش؟ خليني نقول لك لانه الخضار في 1990 و 1989 كان يتسلف مع عند المعلم باش يجيب الخضره. تو اللي يسالك الجزار والخضار والعطار الناس كل والقهوي كلهم يسالوك. يعني من الجانب المادي كان افضل برشا. اكيد. تو صابت. بقيت انا تاثرت علاش؟ لان التلميذات انا عايش معهم يومين هما ماهمش تلامذتي. هما ابنائي. صدقني هما ابنائي. انا نشارك فيهم في القرايه في مقاعد الدراسه في القسم خارج اسوار المدرسه انا معاهم ديما نجيب كوره نكور معاهم صغاري نفرح بهم نسالهم حتى على عائلتهم حتى على ظروفهم الخاصه وليت مرشد اجتماعي حتى مرشد اجتماعي يعني ثم تعرف صور... الوضعيات الاجتماعيه تعرف نتنقل عائلتهم العائليه نتاع نمشي له لداره نمشي له لداره نعرك ونعمل في العرك ديما انا قبل كل شيء قبل نكون مربي كنت ضابط عسكري المشاكل هي ما خلاتنيش نقعد. انا ديميسيونيت. شنو اللي وصلك للتعليم؟ انا ديميسيونيت على خاطر ما عنديش عندي زوز ما انا عندي حاجه سخونه ياسر ديما فيا انفعل في ساعه. بذيك المكان اللي سبب اني خرجت. كي مشيت للتعليم. ما تتلائمش مع صحيت مع المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه. انا كي مشيت للتعليم يعني كملت القرايه في 2006. يعني خدمت مؤسسه عسكريه وفي 2012 او كان ليا الالتحاق بوزاره التربيه المؤسسه التربويه. انا تلامذة في دارو انا مرشد اجتماعي انا حتى اللي نيت نتاع نظر نمشي نعمل عركه المندوب جهوي بتاع الصحه باش يجيبوا يعدوا عك صغيرات يعني عايش معهم حتى في عائلاتهم في ديارهم نمشي لهم ديارهم خارج اوقات العمل نتاعي قبل نروح نستنى سي معز باش نروحوا في نفس التوقيت خاطر نخدم نسيون الصباح ويخدم العشيه انا نقبل العشيه باش العشيه نروحوا مع بعضنا نمشي معاه لدار وقت الفراغ نتاعي ما نبقاش في القهوه نمشي لدارو نشوف شنو حالته هو بالضبط
يعني سموا فيا انا ثم اسمع. يعني نفهم من كلامك اللي الحالة الاجتماعية للتلامذة معناها تزيد فتين بلة، يعني تزيد وقت تشوفك الظروف اللي يعيش فيها التلميذ ربما تنسى ظروفك أنت. أكيد وقت يشوفه هو هكيك في الحالة كما كان يحكي لك زميلي سي معز، ربما تنسى روحك، تنسى تقول لي يا أخي أنا لابس عليا، معناها ناخذ نتقاضى صحيح في 140 دينار في وقت. نقول أنا لاباس بالنسبة لي أنا الطبقة البرجوازية بارابور على التلميذ هذاك، أنا في الطبقة البرجوازية اللي نعيش فيها أنا راني فقير زيد. أنا 140 دينار متزوج منها وعندك ثلاثة صغار يوجع قلبك. التوال اليوم؟ لا تو تحسنت وضعي. أو تحسنت عام ناوي. أنت زاد معلم نائب؟ أي مازلت معلم نائب. مازلت من عام؟ 2012 بديت نخدم. 2012 اليوم تقريبا 2020 الزوز مازلتوا معلمين نائبين. باهي. حبيت نسألك سي علي، يبدو لي أني زوجتك زادة هي زادة معلمة. وهي زادة تتنقل، قداش تعمل من كيلومتر زوجتك؟ زوجتي يعني بعد المدرسة نقري فيها هنا تعمل 60 كيلومتر أخرى ألي وروتور. معناها تزيد عليك أنت 30 ماشي و30 جاي، 60 كيلومتر أخرين. أي وتعمل تخرج مع بعضكم؟ أي نخرج مع بعضنا، يعني نعملوا لي تروا إسكال هذم، تعمل هي إسكال رابعة من بعدي وإسكال خامسة. يعني هو بالنسبة لكيب بيداغوجيك في المدرسة تقري فيها زوجتي يعرفوها ديما تجي مؤخر. قداش من مرة تاخذ النقل الريفي؟ هي تو خمسة مرات، هي مرتي خمسة مرات. خمسة مرات باش توصل للمدرسة اللي تقري فيها. ديما روتار، ديما روتار. حتى المفقد كي يجي يعرف، المدير يعرف اللي هي ديما روتار. يعني سنسوا به. سنسوا به. وتجي على فكرة زوجتي المدرسة اللي تسمى مدرسة مضخمة بارابور المدرسة اللي تقري فيها زوجتي. اللي تقري فيها زوجتي تحبس الكناترية. إيش معناها؟ كناتري اللي كنترو في المازوت، المهربين، التهريب. أي. هي تحبسهم باش يشيعوا. وقت ما تلقاش نقل. اي ما ثماش نقل، لا ما ثماش نقل، ما فيهاش نقل. هذه البلاصه ما فيهاش نقل. ما فيهاش نقل بالكل. ما فيهاش ريزو. انا كي تمشي ما نكلمهاش. يعني هي من المفروض تمشي للمكتب كيفاش اذا كان ما فيهاش نقل؟ هاو نقول لك النقل كيفاش تمشي. اللي يبدا باش يمشي للسوق للسوق واللي باش يصلح في الجدار ماشي كري كهرباء هاك ستوب هذاك تعمل هي ستوب يطلعها. معناها هي يوميا. يوميا تمشي للسوق. وتعمل ستوب. اي ستوب ولا تلقاش واحد ماشي ولا تلقاش بالصدفه. وكيف بدا ما فماش واحد ماشي؟ هانو كاميرا رمل هانو فماش هكا وتغيب، لازم الامر تغيب ولو كان يرجع المدير يعني مشكور. هي مش تغيب، هي تكون في حاله قوه قاهره، ما فماش نقل كيفاش تمشي. قداش من كيلومتر تعملهم بالستوب؟ هي كيما هكا تمشي ستوب تعمل 30 كيلومتر بالستوب. يعني مستحيل اني تعملهم على ساقيها تو على خاطر معز يعمل 5 كيلومتر على ساقيه. وانت زادة يبدو لي زوز تعملوا 5 كيلومتر على ساقيكم، ما نجموش نطلبوا من معلمة أن تعمل 30 كيلومتر على ساقيها. لا 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 ستوب. إذا كان ما لقاتش ستوب تغيب. تغيب أي ولا. باهي ثلاثة صغيرات. ثلاثة صغار هما كل على فكرة زوز تلامذة عندي زوز يقراوا كل واحد يقرا في مدرسة في القصر المدينة يعني ما نشوفهمش نشوفهم. نفهم اللي صغاركم ما يعيشوش معاكم. لا ما يعيشوش، يعيشوا عند بيت جدهم يعني دار حميتينا. يعني في دار جدتهم ثلاثة صغيرات. أعمارهم قديش؟ عندي اللي يقرأ في التحضيري ويقرأ سنة أولى، سنة أولى تحضيري، والبنية عام ونص، عمرها عام ونص. يعني الأعمار اللي في أمس الحاجة الوالدين تكون قريب منه. الاختيار هذا كان اضطراري، مش أنكم اخترتوا تخليوا أولادكم، يعني ما عندكمش حل آخر. ما فماش حل اخر، ما فماش كيما كان يحكي لك زميل سي معز، ما فماش سكن وظيفي اللي يليق بيك انك بتجيب صغيراتك خاطر باش تتعب باش تعبوك تولي تخليهم في القصرين وتكون ظروف افضل شويه خاطر في المدينه في القصرين ديما افضل. في الليل تتعداو تهزهم كي تروحوا؟ لا 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 في الويكاند فقط، في الويكاند تجيبوهم بحذنا. يعني ما تشوفوا صغاركم؟ كان سبت واحد. كان في عطله اخر الاسبوع. ايوه. وفي العطل المدرسيه. في العطل المدرسيه كيما هكا هكا. فقط نحب نفهم يعني فما طلب من عند صغاركم انهم يشوفوكم كل يوم تعبين نفسانيا والا عايشين الوضع وكانه عادي؟ بالنسبه لشوف صغيراتي انا ما فهم يعيطوا لي باسمي ما يعيطوش لي بابا لانه باباهم هو جدهم وجدتهم هو اللي هي امهم تو تقول له ماما يسمي لك اسم جده اللي هي ماما نحن يعيطوا لامهم وابوهم بسميهم اي بالاسم نتاعو خاطر سامس انه بجد وابوه مش جده هو ابوه انت شخص معناها عادي بالنسبه لي هو وجودك به ضروري في الدار اما مش باباه الحقيقي لانه باباه الحقيقي هو جده هذاك اللي عايش معاه اي فوالا هذيك هو عايش معاه انت عايش معاه كل ويكاند ديجا من 2012 يعني انا وقت اللي عملت نيابات مشي متزوج معناها وقت وقت تزوجت في الموسم هذاك واضطررت راني باش نخدم
على خاطر بالحق تلزيت مش أخدم التعليم راه مش معناها محبة فماش بديل يعني على عكس معز ما اخترتش التعليم المحبة فيه ما نجمش نكون معلم في يوم من الأيام ما تصورش راح نكون معلم في يوم من الأيام خاطر أنا ما كانش طموحه كان تولي معلم هذاك اش لقيت أي فوالا وليت لقيت خاطر كنت تحكي تويك على علاقتك بالتلامذة والكل أي لا أكيد يعني نتاع واحد يحب المهنة نتاعو قبل شوف أي مهنة أنت فيها مجبور سواء كنت يعني مخير ولا مجبر فين لازمك تحبها لأنه الجانب الإنساني لازم يكون فيها المهنة هذيك سينو ما عادش اسمها مهنة لازم يكون فيها جانب إنساني إذا ما تحسش بالوليدات تي أنت تبدا في دارك ومجارك تحس به نفهم اللي ما كنتش تحبها من قبل وحبيتها بعد إي توا سيك هاو تي أونجاجي توا باش تمشي معاها هاو تي توا لازمك لو كان لو كان لو كان جاي عندكم خيار تنقلوا من البقعة اللي أنتم فيها مدرسة يعني تنقل بلاصة أخرى أقرب أكيد شكون ما يحبش أكيد جدا بلي يا مدام انا بنتفاعل مع زميلي المعلم النايب كان يخفي 200 دينار وقت اللي جا الوزير حاتم بن سالم ثم اتفاقيه صحت ما بين الاطراف الاجتماعيه ولا 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 يعني ولا والوزاره شوي 750 750 دينار خاضع للاداء الضريبي يعني ما يساوي 608 دينارات حسب اقوالهم ما تاخذهمش كل شهر انت كي يعني انت كي توزع 600 دينار خلينا نقولوا 500 دينار لانهم ما يوصلوش يوصلوا 400 وشوي حتى ال 500 وشوي انت كي توزعهم على ترونسبور لانه يعني كي تعمل ترونسبور مثلا كيف اني مؤخرا ربي سامحني قديش تصرف ترونسبور يوميا؟ يوميا؟ نصرف 14 دينار خلصونا في ماي 25 ماي شو معناها تخدم عام كامل وما تخلصش؟ صحيت يعني انت كيف تلمهم من عند مكتب توفى تاخذهم يصبوهم لك تهزهم لترونسبورتير ديجا انت تمدهم لترونسبورتير معناها تخلصهم ديون تخلصهم ديون يعني حوصلة صغيرة الظروف الصعبة الراتب ما يجيش في وقته نرجع باش الناس تفهم كيفاش تعدي نهارك وين تاكل وشنو تاكل مرات وليت يعني وليت نتعنى اني نصوم باهي ربحت ثواب ونهار اللي ما تحبش تصوم نهار اللي ما نحبش نصوم نبقى كيكة عندي صايم كمان ثم زميل ثم سامحني ثم معلم تلميذي جاني زميلي قال لي معز شنو الفطور ما جبناش حتى شيء حتى الامجه كذا قلت له راه ما ثميش حتى يعني ما جبناش معانا وهاك تشوف يعني ما ثميش ومن تاخذ كل شيء المره الجايه كي جاب الساندويتش نتاعو مقسوم على اثنين قال ماما قسميه لي قسمته حاطه في المحفظه نتاعو دخل القاعه مع ماضي ثلاثه التلامذه خرجت هو قال لي يا سيدي لحظه قلت له نعم تفضل قال لي سيدي راه باش نفطر انا وياك قال لي سيدي راه باش نفطر انا وياك يعني تلميذك اللي هو ولدك وما يحس بيك كان تلميذك راهو زيد راهو باهي اسمعني معز احنا مازلنا عندنا برشا حديث فهمنا اللي وضعيتك انت وعلي ما اقل ما يمكن ان يقال عنها اني صعيبه وليدات ما همش عايشين مع والديهم نقل ما فماش واحد حتى اللقمه ما يلقاش امكانيه باش يفطر والا باش ياكل تصوم تقريبا رغم انفك يبدو لي نفس الشيء سي علي في هذا الكل فما صور جميله وجميله جدا تشهر بها معلم بالذات نشوفوها مباشرة بعد الفاصل.